بمناسبة عيد الأضحى المبارك نزلنا نشوف أسعار اللحمة أنواعها وأسعارها، وهل في إقبال السنة دي ولا في ركود في الأسواق؟ بالنسبة للحوم اللي موجودة بتبقى في السوق هما نوعين، البلدي والمستورد. ده عامة بنجم الأسعار، أسعار البلدي اللحمة الكندوز بتتراوح من 55 إلى 70، الأمامي للسعر والخلفي للسعر. يعني عندك أنت في الأمامي بيتراوح من 55 ل 60، الخلفي ب 70 جنيه، وانتوا قدامكم تسعيره متعلقه ودخلتوا شفتوها وصوروها، عشان ما حدش يطلع يقول كيلو لحمه ب 100 جنيه، كيلو لحمه ب 100 جنيه هو فقد الاسكالوب بانيه بتاع البتيلو. ولعلمكم الخاص عجل البتيلو بيقسم، بيتباع منه ب 40 جنيه وب 50 جنيه وب 60 جنيه وب 70 جنيه وب 80 جنيه وب 90 جنيه وب 100 جنيه، كل قطعه في العجل البتيلو ليها ثمن. اللحوم المستورده برضو هي تتراوح، في عندنا لحوم مستوردة مجمدة وفي لحوم مستوردة بتيجي حية وبتذبح هنا، بس بتذبح مش في قلب عواصم، لا على الحدود في مجزر أبو سنبل في جنوب جمهورية، وفي شرق الجمهورية في مجزر السفاجة ومجزر العين السخنة، وفي الشمال في مجزر المكس في اسكندرية. لحمنا البلدي الضاني والكندوز والبتلو أسعار عادية بقى، حتى الآن أسعار عادية برضو البلدي مهما كان في مستورد البلدة على الإقبال. والله أسعار زي متوازنة زي السنة اللي فاتت، ما فيش أي زيادات، بس في ركود جامد. وبعدين يعني الحمد لله الناس يعني اللي كان بياخد عجل أو بتاع بيجي يقول خروف أو خروفين عشان حالة الاقتصادية والدنيا مش زي ما هي، والأسعار ثابتة السنة دي ب 32 زي السنة اللي فاتت، ما في زيادات. دي عادة الناس ما بتقطعهاش، يعني لو مثلا واحد بياخد خروف 100 كيلو بيقول عايز خروف 50 كيلو 60 كيلو، موجود كل حاجة موجودة. أنا عارف الإقبال السنة دي في إيه؟ تعرف إحنا خارجين من ثورة وعجلة الاقتصاد تعبانة والتجارة تعبانة، فالناس ما يعني ما فيش في إيديها فلوس، فطبعا كل واحد يمشي على قده، فأنا أعتقد إن هتبقى حركة البيع والشراء السنة دي أقل من السنة اللي فاتت يمكن كتير قوي.